السلام عليكم، انا دكتور طارق حسان مراد، استشاري جراحه الاوعيه الدمويه بمستشفى الشيخ زايد التخصصي. انا النهارده احب اكون معاكم عشان نعرف مع بعض طرق الوقايه من الدوالي. ايه هي الدوالي؟ الاول هي عباره عن الاورده المتمدده، ودي بتظهر في الساقين، دي اسمها دوالي الساقين، وتبقى عباره عن اورده متمدده في رجلينا بتسبب لنا الام وعند الوقوف لفترات طويله. احنا عايزين نعرف اسبابها ايه وطرق الوقاية منها. الاسباب الرئيسية بتاعتها بتبقى الوقوف لفترات طويلة، حاجات كمان زي استخدام ادوية هرمونية، واشهر حاجة عند الستات موانع الحمل سواء باب الحبوب او الحقن. كمان بيبقى فيه نوع من الوراثة. اهم طرق الوقاية فيها بنقول عدم الوقوف لفترات طويلة، ان احنا نرتدي الشرابات الطبيه اللي ممكن تخلي الالم بتاعها ما يبقاش موجود، وفي نفس الوقت بتساعد على ان ما يحصلش اي قرح في رجلنا، ودي بنسميها مشاكل الدوالي الممتده لفترات طويله. دي اهم حاجه، ودي نبذه بسيطه خالص عن موضوع الدوالي، وبشكر حضراتكم جدا.